قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الزخرف: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. إنها قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه من السحرة، وكان قد أصاب قوم فرعون الابتلاء في شتى ألوانه من القحط والقمل والطوفان والضفادع والدم في الماء، وعلموا أن ما نزل بهم بسبب عدم إيمانهم بموسى عليه السلام، لكنهم كانوا ينظرون إلى السحر ومنزلته على أنه أرقى المقامات في شتى الجوانب، حتى ظنوا أن موسى عليه السلام هو ساحر عظيم، ولهذا طلبوا منه أن يدعو الرب الذي حثهم على عبادته، إذ إنهم كانوا يرون أن لكل أمة ربا. وقد قال الله تعالى: وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. المهم إنهم لشدة ما كابدوه من الابتلاء في القحط والقمل وبقية ما نزل بهم، رجوا موسى عليه السلام أن يدعو لهم ربه، فهم مؤمنون به، لكن هذا إنما هو في إطار منزلة السحر. وخلال الأحداث والآيات الكريمة يتوضح لنا أن الإيمان بالله تعالى لا شريك له هو الهدى، لكن تفرع وتنوع الإشراقات النورانية تعددت معها الكلمات بتخصيصات جديدة، لكنها بقيت ضمن المعنى العام الأصلي. وهكذا ندرك أن معنى الإيمان هو الذي ينطوي تحت كلمة الهدى لتكون الكلمة أكثر دقة في التعبير، وهي لا تخرج عن المعنى العام بل تبقى معه، لكن بخصوصية جديدة نورانية. وفي المعجمات اللغوية في لغتنا العربية: أمن يأمن أمنا وأمانا وأمانة وأمنة، اطمأن ولم يخف فهو آمن. آمن يأمن أمانة كان أمينا، آمن إيمانا صار ذا أمن، آمن به وثق به وصدقه. وفي القرآن الكريم: وما أنت بمؤمن لنا. أمن على دعائه قال آمين، استأمن إليه استجاره وطلب حمايته. الأمانة الوديعة، الأمنة الذي يأمنه كل أحد في شيء، الأمين الحافظ الحارس. الإيمان التصديق، وشرعا التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. الهدى بمعنى البيان. قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. بيّن الله سبحانه وتعالى ما كان عليه قوم ثمود، حيث إن الله عز وجل قد أرسل إليهم رسوله ليبلغهم رسالة التوحيد ويرشدهم إلى السبيل المستقيم، وأيده بمعجزة الناقة التي أخرجها لهم من الأرض ليكون التبيان مرتبطا بالعقل والحس معا، لكنهم فضلوا الضلالة على الهدى رغم وضوح الدليل، فأخذتهم الصاعقة وهو الإهلاك صعقا. ثم جاءت كلمة الهون
لتؤكد خزيهم مع عذابهم. نعم، كان هذا بعد أن بين لهم الله تعالى سبيل الهداية فأنكروه. إنه البيان والتبيين، وهو غصن متفرع عن الجذر بكلمة الهدى في تفصيل دقائق المعاني. إنها الإشراقات النورانية في كتاب القرآن الكريم، ذلك أن التبيان هو فتح طريق الهداية للناس. ولو عدنا إلى المعجمات اللغوية في معنى التبيان لوجدنا أن أبان أي ظهر واتضح، وأبان فلان عما يريد فصله وأظهره وأوضحه. بين ظهر واتضح، بين الشجر أي بدا ورقه أول ما ينبت. بين مطاوع لبينه، استبان ظهر واتضح. ولعل في هذا ما يشير إلى الرابطة بين الجذر والفرع. الجذر هو الهدى والفرع هو التبيان، بحيث لا يتناقضان في المعنى بل يتصلان ببعضهما، ويختص الفرع بمعنى جديد رشيق ودقيق. قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لقد بين الله تعالى موضوع خلقه للإنسان من نطفة أمشاج مختلطة، ثم وهبه العقل والجوارح، ثم هداه السبيل في العقائد الصحيحة السليمة والأعمال الصالحة والالتزام بالعبودية لله تعالى وحده. وفي هذا توضيح وتبيان للإنسان بعد أن استنارت له قدرة الخالق على الخلق، لعله يفكر في طريق الإيمان والعبادة له. وهذا يمثل الثمرة الكاملة في الدلالة على تبيان سبيل الهدى. وقد قدم الله تعالى لذلك دلائل قدرته في الخلق ليكون البيان الإلهي أكثر تأكيدا. إنها الثمرة على غصنها، وهي فرع عن الجذر الأصلي وهو الهدى. قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة السجدة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والمعنى: لو قضت إرادة الله تعالى أن يكون الناس منساقين إلى طريق الهداية دون اختيار منهم لكان ذلك ممكنا، ولكن الله تعالى كرم الإنسان فكلفه وشرفه بهذا التكليف، ومع هذا التكليف بين له طريق الهدى، فقد وهبه العقل ليختار بنفسه مسلكه في الحياة، فإما إلى نعيم وإما إلى عذاب بمقدار ما قدمت يداه. وهذا الإرشاد والتبيان وصل إلى الإنسان عن طريق الرسل والأنبياء. ثم إن من اختار الهداية بعد أن بينتها الشرائع فهو الناجي يوم القيامة، ومن اختار الضلالة من بعد التبيان الذي بينه الله تعالى بواسطة رسله فهو الهالك يوم القيامة. لذلك جاء قول الله تعالى موضحا لما يكون عليه ابن آدم فقال عز من قائل: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
هذا هو التبيان من خلال الشرائع التي أنزلها الله تعالى على رسله وأنبيائه لهداية الجن والإنس، والتبيان هو الهدى، ولكن مع تعدد إشراقات الكلمات في القرآن الكريم تتعدد معها خصيصة كل كلمة نابعة من الأصل. قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة لقمان: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. قول الله تعالى في سورة لقمان التي سلكت بمجملها تبيان الحق من الباطل وتوضيح لهو الحديث وآثاره السيئة في مقابل ما كان عليه لقمان من الحكمة، وقد ورد هذا في القرآن الكريم الذي بينه بقوله تلك آيات الكتاب الحكيم، ثم تأتي الإشارة إلى أنه هو الهادي إلى الصواب والمبين طريق الخير والرشاد. ولنا أن نلاحظ كيف أن الهدى وهو الجذر والأصل في المعنى كيف تنوع في تفرعاته الطيبة، فجاءت كلمة الهدى بمعنى التبيان. وهل التوضيح والتبيان لطريق الصواب إلا من الهدى؟